يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن أباه كافر، يقول وهو يهنئني بعيد من أعياده، يقول إن أباه كافر وهو يهنئه بعيد من أعيادهم وينتظر مني جوابا على هذه التهنئة، فهل أجيبه؟ لا لا تجيبه، لأن هذا منكر، ولا يهنأ بالعيد بأعياد الكفار، ما يهنأ بها لأنها غير مشروعة. نعم.